الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي أمي مسلاوي. هذا أول فيديو لي في شهر رمضان الكريم. رمضان مبارك على الجميع، تقبل الله منا الصيام والقيام والطاعات يا رب. هذا أول فيديو لي في شهر رمضان الكريم. اليوم أنا 4 رمضان وأنا صور هذا الفيديو، معنا باليش إلا كان راح نحطو نهار 6 ولا نهار 7، يعني أكيد ماش نحطو نهار 4 ولا نهار 5 أكيد، لكن احتمال نحطو يوم 6 أو يوم 7. المهم هذا الفيديو أصدقائي راح معكم مش هي خطتي شهر رمضان الكريم. كنت قصيتكم في ستوري تاع انستغرام وشايكم لو كان شارك معكم خطتي شهر رمضان الكريم، وكانت اغلبيه اجاباتكم نعم بكل سرور. فاليوم راح نشارك معكم خطتي شهر رمضان بعد ما شاركت معكم في الفيديو اللي قبل هذا، يعني اللي قبل شهر رمضان بايام، على كيفاه نديروا خطه لشهر رمضان. فاذا كنتوا جدد على قناتي اصدقائي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الانذار ليصلكم كل جديد. صبرا ناخذ اجرا والله يرانا. اول قسم هضرنا عليه اللي هو قسم شحد الهمه، وكنت ذكرت لكم عده خطوات لشحد الهمه في شهر رمضان. اولها قراءه فضل واجر شهر رمضان الكريم. صراحه انا كانت هذه اول حاجه بديت بها في شهر رمضان الكريم. طبعا انا كما قلت لكم هذه الخطوه دير عندي تحفيز داخلي هكا تخليني اشبه كاع شهر رمضان الكريم، دائما تخليني ادرك قيمه شهر رمضان وكنز الصيام، كنز رمضان وكيف لازم نستغلها، لانه احنا طبعا بشر. واحد المعلومات اذا ما سعيناش في تذكرها راح تبهت صورتها في ذاكرتنا. مثلا رمضان اذا ما فكرناش دائما نفسنا بفضل رمضان ما راحش تلقى عندنا هذاك التحفيز الداخلي اللي لازم نعيشو به كاع شهر رمضان. وكاين معلومه اكتسبتها اول مره بعد ما قريت فضل واجر شهر رمضان الكريم، اللي هي الصيام هو العباده او الركن الوحيد اللي تفرض على كاع المسلمين ويصل بنا الى التقوى. كاش على بالي يعني باللي الصيام يصل بنا. ثاني حاجه اللي كنا هضرنا عليها هي تحديد اهداف رمضانيه، كما قلنا في جانب العباده في الجانب المهني وكذلك في الجانب الشخصي. في جانب العباده اخترت اني نركز على النوافل اكثر حاجه، نوافل في كل صلوات فيها النوافل، ونراقب نفسي في هذا الجانب. ثاني في الجانب العبادات اخترنا ان نحفظوا سوره مريم، يعني نحفظوها بشكل جماعي انا وكل العائله الكريمه، يعني كل يوم نحفظوا سبع ايات ونفسروها ونجتمع هكا في جلسه جميله خفيفه ظريفه، نحفظوا على بعضنا البعض ونفسروا تاني هذوك الايات اللي حفظناهم، بالاضافه الى الورد والقيام والاذكار الصباحيه والمسائيه. الجانب المهني مثلا كمهندسه مدنيه حطيت هدف اني نتعلم بعض التقنيات الجديده الخاصه بالهندسه المدنيه اللي ما كانتش عندي تقريبا، فلقيت انه شهر رمضان فرصه ما يكونش عندنا ضغط العمل بزاف، فاخترت نتعلم هاد التقنيات اللي ناقصتني انا كمهندسه مدنيه، فيا ربي يوفقني ان شاء الله. كذلك في جانب عملي كرائده اعمال حطيت هدف اني نوصل لرتبه معينه، فيا ربي يوفقني. كذلك فيما يخص حسابي على الانستغرام واليوتيوب حطيت هكا بعض الاهداف البسيطه، يعني هكا ارقام بسيطه باش نلحق لها في شهر رمضان الكريم، فيا ربي يوفقني. ثاني وثاني قلت لكم من فتره باللي راني مترشحه للانتخابات البرلمانيه، فحطيت هدف اني ندير خطه للحمله الانتخابيه القادمه باذن الله. في الجانب الشخصي اخترت اني نقرا كتاب البوصله القرانيه لاحمد خيري العمري. هذا الكتاب على بالكم عندي مده وانا نشوف فيه بصح مازال ما لقيتلوش الوقت، مالا في شهر رمضان خلقت له الوقت باش نقراه، بالاضافه الى انه احمد خيري العمري من الكتاب المفضلين لدي، هذه اولا. وثاني من بين الكتب اللي انصحكم بها في شهر رمضان احمد خيري العمري هو كتاب القران فجر اخر، وثاني كتاب لا ناسف على الازعاج. وهذو هما الاهداف الرمضانيه اللي حددتها ببساطه رمضانيه. فيما يخص صنع اجواء رمضانيه صراحه هذا العام ما ساعدنيش الحظ ابدا ابدا اني نصنع اجواء رمضانيه. كما قلت لكم كنت اعتمدت اني نخدم بالزينه تاع العام اللي فات، لكن مع الاسف ما لقيتهاش، حوست عليها ما لقيتهاش، لقيت شويه اهله وشويه نجوم فما بغيتش نخدم بها ان شاء الله. المهم بغيت زينه كامله ومع الاسف هذا العام ما درتش زينه كامله، فيلا فرصه اخرى ان شاء الله وعسى خير يا رب. فيما يخص البرامج والمسلسلات، بالنسبه للمسلسلات صراحه ما لقيت حتى وقت مسلسل سبحان الله، تحس هذاك رمضان قيم وغالي، فيلا ماذا بينا كل وقت غير العباده والعمل فما كاش وقت للمسلسل مع الاسف. بصح كاين مسلسل واحد كنت نشوفه قبل رمضان ونزال نشوفه حتى في رمضان اللي هو قيامه عثمان فقط وفقط وفقط. اما بالنسبه للبرامج الرمضانيه كان رمضان تاع هذه السنه غني بزاف في البرامج الرمضانيه، لكن قدرت نخير برنامجين فقط في هذا رمضان اللي هو برنامج منازل الروح للدكتور عمرو خالد. حسيت هذا البرنامج روحاني هكا ويلامس روحي، فصراحه شغل عندي هذا البرنامج نمبر 1 في شهر رمضان، يعني احببته جدا 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 هذا الاول.
ثاني برنامج طريق السويدان الدوله التي احلم بها، فحسيت هذا البرنامج يمزج بين الفكر السياسي والفكر الديني، يعطينا صوره تدمج الفكر السياسي والفكر الديني وكيف لازم تكون الدوله التي يحلم بها كل مسلم. فوالا، فكانوا هما البرامج مع هذو هما البرامج اللي يعني نتبعهم في شهر رمضان الكريم. وعندي فكرة جميلة بالنسبة للبرامج، شاركة معكم في ستورياتي تاع الانستغرام، فإلى ما زال مش دايرين لي فولو في الانستغرام ديروا لي فولو. بالإضافة أصدقائي إلى البلانر الرمضاني اللي يساعدني دائما في تقييم نفسي وفي متابعة نفسي. باختصار كان هذا هو الفيديو تاع اليوم أصدقائي، إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم. نتوما تاني أصدقائي شاركوا معايا شيء من خططكم الرمضانية في التعليقات. نتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله. في أمان الله.